الزاوية الضربة الأولى ما كاينش تسلل، ضربة مرمى ما كاينش تسلل، والانطلاقة في الوسط الميدان ما كاينش تسلل، فهم؟ هذو حالات اللي حاكم ما كيعلاش على التسلل في هذه الحالات الأربعة، أرمية التباس إلا كانت الكرة من الزاوية من ضربة مرمى ومن ضربة الانطلاقة، مفهوم أزاي؟ الدراري غادي يدخلوا الحالات لا يعتبر مخالف التواجد في موقف التسلل.